انا اسمي لجين الدكروني وعندي 13 سنة وفي سنة تانية اعدادي، وابتديت الطبلة بقالي سنة ونص بلعب طبلة. ابتديتها من البيت، كنت بشوف فيديوهات على الفيسبوك، وبعد كده روحت كلمت ماما وقلت لها ان انا عايزة يعني العب طبلة وكده، فهي ما اعترضتش خالص وجابت لي طبلة وقعدت اتمرن مع نفسي في البيت، ولغاية ما قابلت المدرب الكبير محمد عقلة وبيبو حبيبي، وعلموني الطبلة وادوني دعم كبير جدا وشجعوني ووقفوا جنبي في حاجات كتير قوي وانا بشكرهم. والطبلة يعني حاجة حلوة جدا وآلة مميزة عن غيرها، وتعتبر يعني أساس المزيكا، وانا شايفة ان كل عيلتي مديني دعم كبير قوي ان انا العب طبلة، وخصوصا مامي، وهما يعني اي حاجة انا ببقى عايزاها بيعملوها لي وبيقفوا جنبي فيها طالما صح ومش بتضايق حد. لا بالعكس، انا ما خفتش خالص كبنت يعني اني العب طبلة، ده شيء اداني حماس كبير جدا، ويعني حبيت اكون مميزة عن غيري، ان دايما فكرة ان الولاد هي بس هي اللي بتلعب طبلة قليلين جدا البنات اللي بيلعبوا طبلة، فانا حبيت ان انا اكون واحدة منهم عشان بحب دايما الحاجات المختلفة. يعني بعض التعليقات اللي جاتلي، يعني انا كنت في حفلات، ويعني كنت بلاقي بعد ما اخلص الحفله بدخل الاوضه بلاقي ناس كتير جدا داخلالي: انتي كنتي هايله، انتي كنتي ممتازه، لكن ما قابلتش بعض الكومنتس الوحشه. يعني هو انا اقدر ادمج بين طموحي في الدراسه والطبله، لان دي حاجه ودي حاجه تانية، وانا عايزه الاتنين. يعني في طموحي في الدراسه اني ابقى احقق حلم مامي وابقى مضيف الطيران، وطموحي في الطبله ان انا ابقى ملكه الايقاع، وان شاء الله ان شاء الله بفضل ربنا وبفضل امي وبفضل دعم عيلتي هقدر ادمج ما بين الاتنين. انا اسمي بسنت الدكروني، مامه لوجين. انا اكتشفت بالصدفه ان هي معجبه بالطبله وبتتفرج على فيديوهات كتير على اليوتيوب وبتتفرج لناس كتير جدا، وكانت معجبه ببنوته بتلعب الطبله، فهي حبت ان هي تبقى يعني تخش نفس المجال، فطلبت مني. وانا بصراحه لقيت الموضوع جميل، حاجه فن راقي، فن جميل ما فيهوش حاجه، فانا دعمتها وشجعتها وابتديت اخد اول خطوات ان انا احطها في اول الطريق، بدايه الطريق ان هي تتعلم الطبله. في ناس كتير طبعا علقت اشمعنى الطبله والبنت تلعب طبله وما ينفعش، لكن انا عودتها على حاجه، انا قلت لها علشان انتي طالما حاجه نفسك فيها وحاجه عايزه توصلي لها، يعني لازم تسدي ودانك عن كل التعليقات السلبيه وكل الاشخاص السلبيه اللي ممكن تقابليها في حياتك. انتي ليكي هدف عايزه توصلي له وانا معاكي فيه، طالما مش بتضايق حد وطالما في حدود الادب وفي حدود الاخلاق دي ما فيهاش حاجه، انا معاها. احب اقول لاي ام لو عندها طفل سواء ولد او بنت لقيت عنده موهبه او عنده حاجه عايز ينميها، موهبه يحب ينميها، هي تفضل معاه وتنميها، وان شاء الله يعني ربنا يكرم اي ام ان هي توصل باولادها لكل اللي نفسهم فيه، زي انا ما عملت مع لوجي. هي حبت الطبله جدا وانا بصراحه لقيت الموضوع كويس وحسيت ان هي حاجه راقيه، فانا يعني حطيت ايدي بايديها ان هي توصل للي هي عايزاه، وان شاء الله معاها للاخر.